أهلا وسهلا بكم في مبادئ الإحصاء. دي المحاضرة الأولى من مبادئ الإحصاء، عبارة عن Introduction to Statistics أو مدخل إلى الإحصاء. إيه هي الإحصاء؟ الاستاتستكس دي عبارة عن Science of Data، علم البيانات، علم التعامل مع البيانات، سواء جمع البيانات أو عرض البيانات أو استخدام البيانات دي في الحصول على conclusions أو evidence، دليل إحصائي أو استدلال على شيء معين. هي دي الإحصاء. يبقى لازم يبقى عندي مجموعة من البيانات، مجموعة ضخمة جدا من البيانات. البيانات دي مش زي احنا متخيلين، ممكن تبقى بعمل collection. ده الابليكيشنز الموجودة حاليا دي عبارة عن سيل من البيانات، بيانات ضخمة جدا. يعني الفيسبوك على سبيل المثال، لما تضغط لايك وهو يضغط لايك وملايين البشر يضغطوا لايك، دي بيانات بترسل في اللحظة دي، بيانات بتتغير. كومنتس دي بيانات، الشير دي بيانات، بيانات الشخص، حد بيعمل اكاونت جديد بيقفل اكاونت، دي كلها ديتا، دي كلها بيانات. بجمع ديتا على سبيل المثال في كوفيد 19، مين اللي اصيب النهارده، مين اللي خد اللقاح النهارده، مين اللي بقى سيرفايفد النهارده من المرض ده، وهكذا. دي كلها بيانات. يبقى عندي مجموعة من البيانات هتعامل معاها، كل ده تحت الأمبريلا بتاعت علم الإحصاء. الدايركشنز أو اتجاهات الإحصاء أو مناطق الإحصاء أو أقسام الإحصاء قسمين رئيسيين. مادام عندي مجموعة من البيانات يبقى عندي ديسكريبتيف ستاتستكس. يا ترى هوصف البيانات دي إزاي؟ هعرض البيانات دي إزاي؟ في ديسكريبتيف ستاتستكس بستخدم نوميريكال ميثودز او جرافيكال ميثودز، ممكن استخدم تيبلز او دياجرامز عشان اعرض البيانات دي، الخص البيانات دي في الجراف ده، واشوف هل في باترن معين، في ترند معين، في اتجاه معين للديتا سيت دي. يا ترى الديتا سيت البيانات كونسنتريتد، متركزه في اتجاه ما، يا ترى ايه الفاريابيليتي الموجوده في البيانات دي. كل الحاجات الخاصه بالبيانات هستخدم طرق لعرض البيانات دي بحيث تكون بيانات مقروءة. الاتجاه الثاني للفرنشال ستاتستكس، بستخدم الإحصاء في الاستدلال، أستدل على شيء معين. عندي population، مجتمع ضخم، فباخد سامبل وعايز من خلال السامبلز دي، العينات دي، أعمل استيميتس على البوبوليشن ككل، عايز أعمم على كل المجتمع، عايز اشوف اي في decisions، في predictions من خلال السامبل اللي انا خدتها دي. كل ده بيتم في الانفرنشال statistic. في الاتجاه ده بستخدم السامبلز او الاحصاء او معلومات معينة عن البيانات دي في الاستدلال او في الاستنباط. كده قلت بعض الترمينولوجيز في السلايد اللي فات، قلت كلمة population، قلت كلمة sample وغيرها. اي علم لما ابداه كده لازم اتعرف على الترمينولوجيز اللي فيه، الترمز، المصطلحات الموجوده فيه. كلمه population دي على راس المصطلحات اللي بتذكر في علم الاحصاء. ايه هي البوبوليشن؟ البوبوليشن دي هي السيت اوف يونتس بقى، دي الوحدات اللي انا عايز اجمع عليها بيانات، اللي انا مهتم بدراستها. دي السيت اوف يونتس، ممكن تبقى اشخاص، ممكن تبقى objects، أشياء، transactions، أو ممكن تبقى events. أنا مهتم بقى بدراسة ال behavior بتاع ال people، ال objects، transactions، ال events، كل الأشياء دي. دي محل الدراسة بتاعتي اللي هي ال population. طيب بتقول لي people زي إيه؟ example all employed workers in Egypt. أنا مهتم بكل الناس اللي هم عاملين، سواء قطاع عام أو قطاع خاص أو قطاع أعمال، حصرتهم يبقى عندي عدد معين، ده ال population بتاعي. يبقى ده people، اللي set of units هنا عبارة عن people. أو all registered voters in أسود، كل اللي لهم حق التصويت مثلا في محافظة زي محافظة أسود، دول ال set of units، ده ال population اللي أنا مهتم بدراسته. يبقى ده people، ال set of units هنا عبارة عن people. Everyone who is afflicted with COVID-19، أي حد ابتلي ب COVID-19، ده هو ال population بتاعي. يبقى ال state of units هنا، ال population هنا عبارة عن people. أو all the cars produced last year by a particular assembly line، كل السيارات اللي تم إنتاجها على سبيل المثال في السنة الماضية من خلال مصنع أو شركة مرسيدس، يبقى ده ال population بتاعي. ال population عبارة عن إيه؟ عبارة عن objects،
أشياء، يبقى all the cars produced last year by a particular assembly line هو ده الـ population بتاعي، أو ممكن يبقى the entire stock of spare parts available at a maintenance facility، كل قطع الغيار الموجودة في قسم الصيانة أو في مركز صيانة معينة. يبقى أنا بأحصي أو بهتم بكل قطع الغيار الـ spare parts، يبقى دي عبارة عن برضو objects، يبقى ده الـ population عبارة عن objects اللي هي عدد الـ spare parts. All sales made at McDonald's restaurant during a given year، يبقى دي transaction، يبقى دي معاملة تجارية، عايز أعرف المبيعات اللي تمت في ماكدونالدز في فرع مثلا من مطعم ماكدونالدز في سنة معينة. يبقى الـ population هو عبارة عن transaction، ده اللي أنا مهتم بيه، the set of units، أو ممكن يبقى the set of all accidents occurring on a particular highway during a holiday period، فترة سيزون معين، فترة الأجازة حصلت حوادث مثلا على طريق سريع، فأنا عايز أعرف مهتم بالحوادث دي، عدد الحوادث. يبقى الـ population هنا عبارة عن events، الـ events اللي هي مين؟ الـ number of accidents اللي حصلت في فترة معينة اللي هي فترة الأجازة على طريق معين، طريق سريع. يبقى ده الـ population، كده عرفنا الـ population ممكن يبقى ايه او ايه او ايه، يبقى انا لازم احدد البوبوليشن بتاعي محل الدراسه. من ضمن الترمينولوجيز اللي موجوده في الاستاتستكس اللي هي الفاريبل، يا ترى البوبوليشن ده انا هدرس فيه ايه بالظبط؟ اللي انا هدرسه ده هو الفاريبل، مهتم بدراسه ايه بالظبط؟ يبقى الفاريبل ده كاركترستيك اور بروبرتي اوف ان انديفيديوال اكسبيرمنتال او اوبزرفيشنال، تجربه معينه اجريتها على اليونت بتاعتي في البوبوليشن، داخل البوبوليشن انا هدرس ايه بالظبط؟ هدرس السن ولا هدرس الجندر ولا هدرس ايه بالظبط؟ يعني ممكن يبقى عندي الفاريبل ده age, gender, number of years of education of the people currently unemployed in Egypt. الاول حددت البوبوليشن بتاعي، طب هدرس ايه في البوبوليشن؟ الايج، الجندر، النمبر اوف ييرز، ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هو الفاريبل. عندي برضو من ضمن الحاجات او الترمينولوجيز الموجوده في الاحصاء، بعد ما حددت البوبوليشن وعرفت الفاريبل او الفاريبلز المحل الدراسه اللي انا هدرسها، عايز اعرف هعمل ميجرنج، هقيس الفاريبل ده ازاي. يبقى عندي ميجرمنت، عمليه الميجرمنت القياس، ميجرمنت او الداتا كولكشن is the process we use to assign numbers to variables of individual population units. انا محتاج اقيس، اشوف تاثير الحاجه دي على الايج، تاثيرها على الجندر، على النمبر اوف ييرز. يبقى الفاريبل بتاعي محتاج اقيس حاجات او اجمع داتا عشان اعمل عمليه الاستدلال، لو انا هستدل او هعرض الداتا قبل عمليه الاستدلال. يبقى برضو عندي الميجرمنت، الميجرمنت دي عمليه ان انا هستخدم we use to assign numbers to variables، الفاريبل اللي حددتها عايز اعرف لها ارقام، عايز اجمع عليها بيانات، يبقى لازم اعمل عمليه الميجرمنتس. كذلك من ضمن الترمينولوجيز سامبل، عينه، انا البوبوليشن ده هاخد منه عينه، مش هقدر ادرسه كله، عدده ضخم او انفينيتي او بيتزايد او مش ثابت، فانا باخد عينه من البوبوليشن ده سامبل. العينه دي طبعا لازم تبقى عينه عشوائيه غير منحازه، بتتاخد بضوابط معينه بتمثل اغلب المجتمع، او بتتاخد من كل الفئات بتاعه المجتمع اللي انا عايز ادرسه. طيب، طب ما ممكن ادرس البوبوليشن كله، لو انا درست البوبوليشن كله كوان سامبل، دي ما اسميهاش بقى سامبل، اسميها سنسس، تعداد، بعمل بقى تعداد. يبقى في فرق كده بسيط بين السنسس والسامبل. لو البوبوليشن اللي انا مهتم ان انا ادرسه اقدر اقيس كل الفاريبلز بتاعتي على كل البوبوليشن، اقدر اقيس على سبيل المثال كل الاعمار السنيه، اقدر اعد عدد السكان، اعمل تعداد لعدد السكان، وبالتالي ما ينفعش عينه هنا عشان استدل على عدد السكان بتاعي، انا عايز اعد السكان كلهم. يبقى في الحاله دي ده هسميه سنسز، التعداد اوف ذا بوبوليشن. لكن في حاله ان البوبوليشن بتاعي كبير جدا، وده في اغلب التطبيقات، اغلب الاحصاء بتعامل معاها كده، عندي مصنع بيطلع ملايين المنتجات، ما اقدرش انا اعمل انسبكشن او فحص او اقيس كل المنتجات اللي بتطلع، وبالتالي باخد عينه. يبقى لو البوبوليشن كان ماتش لارجر
او ممكن يبقى انفينيتي، اليونتس اوف بوبوليشن دي ضخمه جدا غير منتهيه نظريا. في الحاله دي مش هيبقى بقى سنسز، هيبقى سامبل، عينه. ايه هي السامبل؟ السامبل از ا سبسيت اوف ذا يونتس اوف بوبوليشن. يبقى السامبل ده جزئيه من المجتمع او من البوبوليشن بتاعي. عشان نفهم الفرق بين البوبوليشن والسامبل والفاريبل وغيرها من الترمينولوجيز اللي ممكن تاتي معانا تباعا في المستقبل، تعالوا نشوف الاكزامبل ده. الاكزامبل ده على منافسه في البيزنس بين عملاقين من عمالقه الكولا في العالم، شركه بيبسي وشركه كوكا كولا. فطبعا بتنعكس الكومبيتيشن دي في عمليه الماركتنج، التسويق، حملات دعائيه، فكل بيدعي ان هو الاشهر او الزباين او الكاستمرز بتحب بيبسي اكتر، بيبسي بيدعي ذلك، كوكا كولا بتدعي ان الكاستمرز بتحب كوكا كولا اكتر. فقالوا طيب تعالوا ايه بيبسي بالتحديد، قالوا تعالوا نعمل زي كده استبيان، هناخد 1000 كولا كونسيومرز مستهلكين وهنقول لهم بلايند تيست، يعني هياخد نديله عينه كده، العينه دي ممكن تبقى من بيبسي او من كوكا كولا، الزبون او الكاستمر ما يعرفش. ال1000 واحد دول هيعملوا تيستنج، يدوقوا وبعد كده يدوا القرار بتاعهم. Each consumer is asked to state preference for brand A or brand B. هنقول له دوق دي، واحنا عارفينها طبعا اللي احنا بنجري التجربة عارفينها من بيبسي ولا كوكا كولا، لكن الكونسيومر ما يعرفش هي من فين، فبيدوق براند A وبيدي براند A ولا براند B، هيقول براند B. اللي بعده براند A ولا A، بعد ما يدوق براند A، واللي بعده احنا نسجل براند A ولا B B، وهكذا نسجل نسجل، وفي الاخر عندنا ال1000 قراءة دول من ال1000 consumers. يبقى دي ده الاكزامبل. ايه المطلوب بقى من الاكزامبل ده؟ اول حاجه ديسكرايب ذا بوبوليشن. ايه البوبوليشن؟ ايه المجتمع اللي عندنا هنا؟ المجتمع واضح خالص ان هو مين؟ كل الكونسيومرز الموجودين في منطقه ما، ممكن مثلا في اليو اس اي او في العالم، اللي بيستهلكوا كولا سواء بيبسي او كوكا كولا. ده البوبوليشن واضح جدا، ده المجتمع بتاعي. طيب describe the variable of interest. انا مهتم بدراسة ايه الفاريبل اللي انا عايز ادرسه، الفاريبل بتاعي اللي انا عايز ادرسه هنا. ده انا عايز ادرس يا ترى انهي من التو براندز بيبسي او كوكا كولا اللي ليه اقبال او الناس مقبلة عليه اكتر، او التيست بتاعه احسن، مين فيهم؟ ده الفاريبل عايز اقيس الكلام ده. طيب describe the sample. العينة اللي انا خدتها دي واضحة خالص، 1000 كولا كونسيومرز، العينه مكونه من 1000. السامبل سايز بتاعها ده برضه ترمينولوجي، في سامبل عينه وفي سامبل سايز، الحجم بتاعها 1000 كونسيومرز، خدنا 1000 من البوبوليشن الضخم ده، يبقى السامبل هي 1000 كولا كونسيومرز. الانفرنس الاستدلال اللي انا هاخده، اقول بعد ما انا اجري التجربه دي واشوف البيانات بتاعتي من خلال النتائج بتاع ال 1000 كولا كونسيومرز، اقدر احكم على البوبوليشن كله، هقول والله ده براند ايه هو المفضل او براند بي هو المفضل على البوبوليشن ده كله. يبقى اذا السوليوشن بتاعي ان البوبوليشن اوف انترست از ذا كولكشن اور سيت اوف اول كولا كونسيومرز، كل اللي بيشربوا كولا سواء كوكا كولا او بيبسي. الكولا بريفرنس از ذا فاريبل اوف انترست، يبقى الفاريبل اوف انترست هو مين المفضل، البيبسي ولا كوكا كولا. ذا سامبل عباره عن ال1000 كولا كونسيومرز. الانفرنس اللي ممكن اخده ان البريفرنسز اوف ذا كونسيومرز ان ذا سامبل كان بي يوزد، العينه اللي خدتها دي استخدمها عشان اعمل استيميت ذا برسنتج اوف كولا كونسيومرز هو بريفير ايتش براند، يا ترى كام في الميه من العينه اللي خدتها دي، كام في الميه بيفضل كوكا كولا وكام في الميه بيفضل بيبسي. ده ممكن يبقى inference من السامبل بتاعتي. طيب الاستدلال اللي احنا وصلنا له ده في السامبل، قلنا مثلا على سبيل المثال 55% بيفضل كوكا كولا و 45% من العينه اللي هي 1000 بيفضل بيبسي، هل اقدر اعمم الاستدلال ده من ال 1000 كونسيومرز على ملايين المستهلكين على مستوى العالم او في امريكا مثلا على سبيل المثال، حسب population، حسب ما انا معرف البوبوليشن، هل ينفع اعمم؟ علامه استفهام هنا.
طيب هتقول لي ينفع، طب كام في المية، بنسبة كام في المية الاختبار ده؟ يعني 60% صح، 90%، 95%، يبقى محتاجين ميجر اوف ريلايبيليتي، محتاجين ايفيدنس، دليل احصائي على مين؟ على الكونكلوجن اللي انت وصلت له، عشان اقدر اعمم من خلال السامبل، اعمم على البوبوليشن، محتاجين ميجر اوف ريلايبيليتي. يبقى الميجر اوف ريلايبيليتي از ا ستيتمنت، عادة ده بيبقى كوانتيتيف وبيبقى في الغالب احصائي او احتمالي، على الديجري اوف انسرتينتي اسوشيتد وذ statistical inference. الاستدلال اللي انت وصلت له ده محتاجين دليل عليه. يا ترى احنا هنقول ده بنسبة 95% الاستدلال ده صح، ده معنوي ولا ايه؟ ولا فيه شك ولا ضعيف ما ينفعش نستدل بيه او نعممه على البوبوليشن؟ والا بقى هنبقى زي مين؟ زي قارئ الكف، قارئ الكف او البالم ريدر. لو قلنا ده بياخد سامبل منك اللي هي ايدك، بيبص بايد في ايدك عشان يعمل ايه؟ يعمل inferences، استدلالات على البوبوليشن. البوبوليشن اللي هو كلك بقى، يور لايف، حياتك. يبص في ايدك، يقرا الكف ويقول لك، يتوقع بقى، يعمل استدلالات على اليور لايف. لكن ما عندوش الراجل ده اي statistical inferences. هتقول له ايه الدليل؟ بصيت في الكف وقلت لي وهتعيش قد ايه، هتمر مش عارف بحاجة صعبة، هتعمل ايه في المستقبل، قدامك سكة سفر، الحاجات اللي بتحصل دي في بعض العادات والتقاليد. طبعا مصدر البالم ريدر بيقول ان هو جاي من الهند. يا ترى البالم ريدر ده عنده اي statistical evidence؟ عنده اي ميجر اوف reliability؟ الاجابه لا، ما عندوش. يبقى نو ميجر اوف reliability، يبقى كده ما خدش كلامه بمحمل الصدق ولا 1 من 10%. يبقى 0% الانسرتينتي هنا، او السرتينتي هنا 0%، الانسرتينتي 100% مع البالم ريدر، ما عندوش ميجر اوف ريلايبيليتي. طيب الديسكريبتيف ستاتستكس عشان اعملها او انفذها على داتا سيت، عندي 4 خطوات او 4 elements. اول حاجه البوبوليشن اور سامبل اوف انترست، بجمع داتا على البوبوليشن. فين هي الداتا دي؟ بجمع عندي سامبل او عينه واخدها من البوبوليشن. فين العينه دي؟ بقى عندي مجموعه من القراءات، الاوبزرفيشنز، السيجنالز، الداتا سيت. تاني حاجه بستخدم فاريبل او اكتر من فاريبلز، يبقى عندي حسب طبعا انا مهتم بايه في الدراسه، الكاركترستكس اوف ذا بوبوليشن اور سامبل يونتس، البوبوليشن اللي قدامي، الداتا اللي قدامي او السامبل اللي قدامي ده، الفاريبلز الموجوده فيه اللي انا هعمل عليه انفستيجيشن. يبقى القراءات بتاعتي عشان اعمل ميجرنج طبعا لازم يبقى حدد الفاريبلز. بعد كده بستخدم ميثودز او تولز لعرض البيانات او لتلخيص البيانات دي، استخدم تيبلز، جداول، احط البيانات في تيبلز واقسمها مثلا كلاسز، او احطها في جرافز، بيانات فيجرز، اشكال بيانيه، or numerical summary tools، اي طريقه تانية ممكن حد يطورها في المستقبل، بحيث دي اسمها summary tools، بلخص البيانات. افترض عندي 500,000 قراءه، 500,000 انا هبص فيهم اشوف مين اصغر رقم ومين اكبر رقم والكلام ده، يا ترى في variability، يا ترى المتوسط فين، يا ترى الميديان فين، المود فين. لا، ده انا محتاج طريقه تلخص لي البيانات دي، ابص فيها اطلع الترند الموجود او الباترن. رابع حاجه واخر حاجه في descriptive statistical ان انا بايدنتيفاي باترنز في الداتا بتاعتي، هل في اي باترن ظهر بمجرد ما رسمت الداتا دي، رسمت شكل بياني، ومجرد ما حطيتها في اي numerical summary tool، هل في باترن نشأ من الداتا دي، هل متركزه في منطقه معينه، هل فيها variability، هل فيها outliers، يبقى اشوف الباترنز ان ذا داتا. بالنسبة للانفرنشال ستاتستيكال بروبلمز في 5 حاجات بقى، في حاجة هتزيد معانا. يبقى برضو هبدأ بالبوبوليشن اوف انترست، يبقى هنا بقى في الانفرنشال لازم يبقى عندي بوبوليشن مهتم بيه والفاريبلز الموجودة، فين الفاريبل، هل فاريبل واحد ولا مجموعة من الفاريبلز. بعد كده بقى باخد من البوبوليشن ده سامبل، باخد عينة سامبل اوف بوبوليشن يونتس. رقم 4 بشوف الانفرنس اللي انا عايزه، عايز استدل من السامبل دي بايه؟ على البوبوليشن. يبقى في معلومات موجوده في السامبل دي، ايه هي المعلومات اللي انا هعممها على البوبوليشن بتاعي؟ يبقى في الانفرنس، لازم احدد الانفرنس
رقم خمسة بقى لازم يبقى فيه ميجر اوف فيرابيليتي، لازم يبقى الكونكلوجن اللي وصلت له، الانفرنس، الاستدلال اللي انا وصلت له في الاخر ده لازم يبقى قابل للقياس وبدرجة عالية من الاعتمادية والموثوقية. يا ترى الاختبار اللي انت عملته او الاستدلال اللي انت عملته ده قوي ريلايبل ولا مش ريلايبل؟ يبقى دول الخمس حاجات اللي انا همشي طبقا لهم لما استخدم الانفرنشال ستاتستيكال بروبلمز او اتعامل مع الانفرنشال ستاتستيكال بروبلمز. الاحصاء هي علم البيانات وعلم التعامل مع البيانات. طب ايه هي البيانات؟ ايه انواع البيانات اللي عندي في الاحصاء؟ نوعين اساسيين من البيانات. النوع الاول كوانتيتيف داتا، بيانات كميه عباره عن مجموعه من الارقام زي درجات الحراره، من شفي من كوفيد 19، سكورز، من جاب جيد، من جاد جدا، من ناجح، من راسب، مجموعه من الارقام وغيرها طبعا من الامثله. النوع الثاني كواليتيتيف، بيانات وصفيه، بيانات نوعيه مش عباره عن ارقام، دي كاتيجوريز، مجموعات، جروبز، زي ديفكتيف ستيتس، بفرز او بعمل انسبكشن، فحص لمنتجات فاقول لا ده ديفكتيف في عيب، لا ده سليم، او السايز ده لارج ميديوم اكس لارج، او سايز العربيه دي كومباكت ولا عربية كبيرة ولا صغيرة، التيست، طعم الأكل، النكهة، الحاجات دي ما ينفعش أحط لها أرقام، دي اسمها qualitative data. جمع البيانات collecting data، ما دام عندي بيانات يبقى في طرق للحصول على البيانات دي. أي حد يعرض مجموعة من البيانات هتسأله جايب من فين البيانات دي؟ هل جمعتها؟ هل خدتها من مكان، خدتها من حد؟ يبقى عندنا مصادر للداتا. اول حاجه from a published source، الداتا دي منشوره في دار نشر معتمده موثقه، في مجله، في مجازين، على سبيل المثال تبقى ممكن تبقى مجله علميه جورنال او مجازين معتمده، حد عمل الدراسه دي ونشرها فانا خدت الداتا بتاعته، خدت الداتا من published source، يبقى ده أول مصدر من مصادر البيانات. المصدر الثاني from a designed experiment، تجربة معينة، مستشفى معينة أو مؤسسة معينة عملت التجربة دي وحطت control على ال variables اللي في التجربة دي، حطت range وفي الآخر حصلت على نتائج معينة زي ال clinical trial مثلا على سبيل المثال، ففي ضابط معينة جمعت من خلالها البيانات دي، وبالتالي انا هستخدم البيانات دي طبقا للديزايند اكسبيرمنت. يبقى ممكن المصدر الثاني من مصادر البيانات يبقى فروم ا ديزايند اكسبيرمنت، او المصدر الثالث ان انا اجمع الداتا بنفسي، اوبزرفيشنال ستادي، اعمل سيرفي على سبيل المثال، اقيس بنفسي. دول الثلاث مصادر الاساسيه للبيانات. تعالوا ناخد اكزامبل تاني عشان نبين الترمينولوجيز اللي احنا قلناها في الاحصاء. الاكزامبل ده اكزامبل طبي عن اللان كانسر، سرطان الرئه، والطرق المستخدمه في عمليه تصوير التيومرز او الاورام الموجوده في اللانج دي. في طرق عديده في الدراسه دي، كان بيركز على طريقتين للتصوير، طريقه الاكس راي العادي وطريقه السي تي سكان، السي تي سكان او الكمبيوتد توميجرافي. فبيقول لي according to the American Lung Association lung cancer accounts for 28% of all cancer death in the United States. A new type of screening for lung cancer computed tomography CT has been developed. طبعا الاكزامبل ده قديم شويه، سي تي سكان موجود من زمان يعني 20 30 سنه. Medical researchers believe that CT scans are more sensitive than regular X-rays. فبعض السي تي او بعض الريسيرشرز، الميديكال ريسيرشرز، علماء الطب قالوا ان السي تي سكانز ده سنسيتيف عن الريجولار اكس ريز في بين بوينتنج سمول تيومرز. فاذا السي تي يقدر يصور لو في تيومر صغير جدا يقدر يجيبه اكتر من الاكس راي. في بقى كانسر سنتر موجود في يونيفرسيتي اوف ساوث فلوريدا، is currently conducting clinical trial، بيعمل بقى experiment ل 50,000 سموكرز، بيشوف المدخنين، خد 50,000 سموكرز نيشن وايد على مستوى الولايات. To compare the effectiveness of CT scans with X-ray، بيقارن بقى الCT scans مع الX-ray for detecting lung cancer، مين فيهم يقدر أعتمد عليه ويشخص لي ويجيب لي التيومرز، خصوصا السمول تيومرز الموجودة
في اللانج. Each participating smoker، كل الناس المتطوعين أو المشاركين في التجربة دول مدخنين randomly assigned بطريقة عشوائية لـ two screening methods. أنا هصور، تعالى ده صوره بالـ CT scan، خد اعمل وخد ده اعمل chest X-ray، اعمل أشعة على الصدر، وهكذا randomly. ده يتصور اكس راي، ده يتصور سي تي، وهكذا. And his or her، ممكن يبقى طبعا العينة دي فيها males وفيها females، or her progress tracked over time، وهنتابع مع مرور الزمن التطور بتاعهم، يا ترى السموكر ده جاله تيومر ولا ما جالوش، طب اكتشفناه امتى، طب اكتشفناه بالسي تي ولا اكتشفناه بالاكس راي، وهكذا. ده كله اتعمل على 50,000. The age at which the scanning method first detects a tumor is the variable of interest. هنا بيقول لك ال variable of interest، عايز اعرف مين من ال scanning methods دول الاثنين دول، ال CT scan ولا ال X-ray، هيعمل لي detects للتيومر في الاول. لو اغلب الناس في ال 50,000 قال اه ده CT scan اكتشفنا التيومر فيه الاول، يبقى نقدر نحط inference او نو او ما نحطش، حسب طبعا reliability، measure of reliability اللي هيتعمل. ايه المطلوب بقى؟ identify the data collection method used by the cancer researchers. ايه data collection methods اللي استخدمت؟ واضح هنا بيقول لك clinical trials، يبقى دي designed experiment، يبقى designed experiments الداتا، مصدر الداتا جمع البيانات، ده تجربه مصممه ومعمول عليها control لل variables وال factors اللي عندي. رقم B، identify the experimental units of the study. ايه اليونتس اللي عندي موجوده في الاستادي دي، ايه الوحدات اللي عندي، مين الاكسبيرمنتال يونتس، مين البوبوليشن، السموكرز، انا عايز اعرف السموكرز بقى، اليونتس اللي عندي هم السموكرز. identify the type of data او الفاريبل اللي انا هقيسه ده، الداتا عندي كوانتيتيف ولا كواليتيتيف، الداتا واضح انها ايه كوانتيتيف، ال 50,000 سموكرز دول عندي هقول اه ده تيومر سايز قد كده، تيومر سايز قد كده، اه ده ديتكت، ده احنا اكتشفناه، يبقى كوانتيتيف معذره. ايدنتيفاي ذا بوبوليشن اند سامبل، البوبوليشن اللي عندي هو مين؟ كل السموكرز. طب السامبل 50,000 سموكرز، خدت عينه منهم. وات از انفرنس ذات ويل ultimately be drawn from the clinical trial. انا عايز اعرف ايه الاستدلال اللي عندي من الكلينيكال ترايل ده، عايز اقول يا ترى مين من السكاننج ميثودز، مين من السكاننج ميثودز حسب الايج بقى، خلي بالك الفاريبل في اخر جمله، the age at which the scanning method first detects، يبقى مش على اي حد، على الفئه العمريه، يا ترى السي تي سكان اكتشفنا بيه في الفئه العمريه الفلانيه ان احنا نعمل ديتكشن للتيومر الاول ولا الاكس راي، يبقى تاثير الفئه العمريه على طريقه التصوير المستخدمه. يبقى اذا الاجابه بتاعتنا identify the data collection method used by the cancer researchers هي مين؟ designed experiment. identify the experimental units of the study smokers، دي اليونتس بتاعتنا اللي هي قيد الدراسه اللي انا مركز عليهم smokers. Identify the type quantitative or qualitative of the variable measures quantitative. Identify the population and sample. Population هو مين؟ All smokers، كل المدخنين في الولايات المتحدة. Sample 50,000 smokers in trial، دي السامبل العينة بتاعتي. What is the inference that will ultimately be drawn from the clinical trial؟ The difference in mean age، متوسط الفئة العمرية، at which each of the scanning methods، على كل إحدى الطريقتين، سواء مين فيهم اللي هيعمل detection، سواء طبعا الـ CT scan أو الـ X-ray العادي، مين فيهم في الأول هيديتكت التيومر. يبقى ده الإنفرنس اللي أنا عايز أخده من العينة اللي هي 50,000 وأعممها على الـ all smokers in the United States. أتمنى تكون المحاضرة واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع الـ methods for describing sets of data. هندخل في الـ descriptive statistics، ازاي استخدم طرق numerical او graphical، هتبقى اغلبها graphical methods عشان اعمل summary لمجموعة من البيانات. شكرا لحسن استماعكم.